بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم. نبدأ مع بعض ندرس منهج الصف الأول الإعدادي. هنبدأ بالألجبرا. وأول حاجة عندي في منهجي يونت 1 اللي هو بيتكلم عن الـ راشونال نمبر. قبل ما ناخد الراشونال نمبر كده، تعالوا بينا نفتكر مع بداية دراستنا في الألجبرا درسنا إيه؟ درسنا ست كان اسمها كاونتينج نمبر، كنا بنرمز لها بالرمز سي. دي كانت بتبقى عبارة عن 1 2 3 4 5، وانت مكمل بقى سيت اوف كاونتنج نمبر، يعني مجموعة عدد العد. يعني انا ببدأ اعد، بعد فصل ببدأ اعد اقول ايه 1 2 3 4. تمام، عملنا عمليات حسابية عليها يا جماعة. رحنا في البدايات دي، في اولى ابتدائي ثاني ابتدائي اللي هو الفيرست كلاس والحاجات دي. ابتدينا ندرس جديدة، دخلنا سنة خمسة ابتدائي، كان اسمها الناتشورال نمبر. ناتشورال نمبر دي كنا بنرمز لها برمز ايه يا اولاد؟ دي كانت تتكون من 0 1 2 3 4 ومكملين برضو للآخر. ودرسنا عمليات حسابية عليه، كما جبنا سولف ايكويشن. رجعنا وسعنا وقعنا شويه، درسنا سيت جديد كان اسمها سيت اوف انتجر نمبر. الانتجر نمبر كانت بتتكون من 0 في المنتصف، بعدين في على اليمين 1 2 3 4 ونكمل للاخر، وعلى اليسار هنا كده نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 نيجاتيف 3 ونكمل برضو نيجاتيف 4 وهكذا. جميل جدا. بعد ما درسنا سيت اوف انتجر نمبر، درسنا عليها عمليات حسابيه منها سولف ايكويشن. مثلا فايند سوليوشن سيت اوف ايكويشن، كان يجي سؤال كده يقول لي فايند سوليوشن سيت اوف ايكويشن.2x plus 1 is equal 7. كنا بنحل الايكويشن دي بمنتهى السهولة، كنا بنقول ايه 2x plus 1 is equal 7. أول خطوة أمسك ال 1 دي أنقلها الناحية التانية، يبقى هنا 2x is equal 7 minus 1. يبقى 2x is equal 7 minus 1 6. نقسم الطرفين على 2 يا ولاد، يبقى هنا 2x over 2 وهنا 6 over 2، يبقى x is equal 6 over 2 is 3. يبقى solution set عن يا رجالة هو عبارة عن ايه؟ عن 3. جميل جدا. مع تقدم المسائل والدراسة كده ابتدينا ندرس كده، او قبل ما ندرس سيتي الجديده بقى اللي هي طبعا زد دي عباره عن ايه؟ 0 عباره عن بوستيف انتجر نمبر 1 2 3 4 5 ونيجاتيف انتجر نمبر نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. طيب تعالى ما تيجي كده نشوف الايكويشن دي نحلها ازاي؟ 2x بلس 12 is equal 4. أول خطوة برضه find solution set of a equation in in integer number z. جميل، حول هنا 2x is equal 4 minus 12، وده الناحية التانية negative 12 اللي بنقله من طرف لطرف بغير إشارته، يبقى هنا 2x is equal 4 minus 12 is equal negative 8. يبقى تاني 2x is equal negative 8، حاسب هنا على 2 وهنا على 2، يبقى x equal negative 4. جميل جدا. يبقى السوليوشن سيت بتاعتي يا مستر عبارة عن negative 4. الله، ونيجاتيف 4 ده انتجر نمبر؟ ايوه انتجر نمبر. جميل، وخلينا ايه
ناخد مسألة تانية كده وركزوا معايا بقى فيها قوي. في المسألة اللي مكتوبة دي تو اكس بلس 12 از ايكوال 4، خلي الفور دي مش 4، خليها 3. يبقى هنا 2x is equal 3 minus 12. يبقى هنا 2x is equal 3 minus 12 equal negative 9. أقول هنا over 2 وهنا over 2، يبقى x equal negative 9 over 2. negative 9 over 2 ده integer number، هل هو belongs to integer number؟ لا. طب هو natural number؟ لا. طب هو counting number؟ لا. إذا أنا محتاج أكون set جديدة. set جديدة اللي هنتكلم عليها دلوقتي اسمها set of rational number. set of rational number أولا أنا همز لها برمز غريب شوية اللي هو كيو. set of rational number اللي هي عبارة عن إكس وير سوري فريشر نمبر، معلش تاني، is a number as the form a over b. national number is a number as the form a over b where a and b belongs to integer number and b not equal zero and b not equal zero. تاني يبقى rational number a over b، اي رقم على a over b where a and b belongs to integer number and b not equal 0. جميل. rational number بيرمز لها بالرمز q. ما ايه دي؟ اسمها rational number، rational numbers set of rational numbers. ما هي rational numbers بقى؟ is a number as a form a over b. is a number as a form a over b where a and b belongs to integer number and b not equal 0 and b not equal 0. جميل جدا. ندي امثله 3 over 4. ال 3 integer، ال 4 integer، ال 4 اللي هي ال b تحت not equal 0 يبقى ده belongs to rational number. طيب 2 over 5، ال 2 over 5 belongs to rational number. ليه؟ اللي فوق a integer number، اللي تحت b integer number، اللي تحت not equal 0 يبقى اذا اللي تحت برضه not equal 0 هو rational number، يبقى ده rational number. اللي تحت قصدي integer number يبقى فعلا الرقم ده كله rational number. ندي امثله ثانيه، كل واحد فيكم ده يقول رقم. ها 2 over 7 rational number، negative 11 over 7 rational number. طب negative 2 over 5 rational number. طب 0 over 7 rational number. مستر نعم، مش انت لسه قايل بشرط اللي تحت البي not equal 0؟ البي اللي تحت مش اللي فوق. اللي فوق لو بقى 0 عادي، 0 over 7 ده rational number. جميل جدا. اذا احنا كده طلعنا بمعلومه خطيره جدا، ان rational number هو اي رقم على اي number على صوره a over b where a and b is integer number and b not equal 0. جميل جدا جدا جدا. تعالى بينا ناخد اشكال والوان لل rational number. rational number اي fraction هو rational number، اي fraction هو rational number. يعني 3 over 2، 7 over 5، 4 over 11، negative 12 over 15، طيب تاني negative 3 over 157 rational number. اي fraction على صورة a over b بحيث ان ال b not equal 0 هو rational number. نوت تاني،
من الانواع بنسميه برضو راشونال نمبر اللي هو الديسيمال 0.7 ده راشونال نمبر. طيب 2.3 ده راشونال نمبر. طيب 1.42 ده راشونال نمبر. ليه يا مستر قلت عليه راشونال نمبر؟ مش انت بعرفني راشونال نمبر؟ قلت هو اي عدد على صورة a over b. ايوه، بحيث ان ال a انتجر وال b انتجر نوت ايكوال 0. جميل. ما 0.7 دي يا ولاد معناها 7 over 10. بعد اذنك لازم يكون معاك آلة حاسبة. جرب معايا كده 0.7 تبع على آلة ودوس شيفت اس دي، طلعت على 7 على 10. ال 7 ده انتجر نمبر، ال 10 انتجر نمبر نوت ايكوال 0، يبقى اذا ده راشونال نمبر. طيب نبص على الرقم التاني ده اهو 2.3. 2.3 عباره عن 2 و.3 يبقى 2 فوق وجنبنا 3 اوفر 10 ده راشونال نمبر. طب 1.42 تبقى 1 4 2 البوينت بعد رقمين يبقى اوفر 100 ده راشونال نمبر، يبقى ده راشونال نمبر ده راشونال نمبر ده راشونال نمبر. جميل جدا، يبقى كل الديسيمال هو راشونال نمبر. في نوع ثالث بنقول عليه برضه راشونال نمبر، الايه البرسنت برسنتج، يعني لو جينا قلنا ايه 25% 25% معناها 25 over 100 اذا ده راشونال نمبر. وبالتالي بقى اي برسنت 32% دي معناها 32 over 100. طب لو قلنا 47% برضو ده ايه؟ ده هتبقى 47 over 100. يبقى كل البرسنت ايه يا اولاد؟ راشونال نمبر. يبقى احنا اتكلمنا كده في ثلاث انواع بنقول عليهم ان هم راشونال نمبر. اول نوع اللي هو ايه يا مستر؟ فراكشن. ثاني نوع اللي هو الديسيمال. ثالث نوع اللي هو البرسنت. وكلهم بقدر احولهم الى فراكشن، كلهم اقدر احولهم الى ايه؟ فراكشن. طيب هضيف نوع ثاني وهو يعتبر نفس النوع الاولاني، الميكسد نمبر 3 عندي 2 اوفر 5. الرقم ده اولاد راشونال نمبر، لان انا ممكن احولهم من ميكسد نمبر لبروبر نمبر. 3 تايمز 5 كده ايه بقى الكلام ده؟ 3 تايمز 5 15، 15 بلس 2 17 اوفر 5. طيب نيجاتيف 2 اند هاف، نيجاتيف 2 اند هاف هضرب طبعا النتيجه هيطلع نيجاتيف 2 تايمز 2 4، 4 بلس 1 5 اوفر 2. طب لو قلنا 3 and 2 over 7 ده mixed number، حوله لبروبر 3 times 7 21، 21 plus 2 23 over 7. إذا كل الأرقام اللي إحنا قدامها قلناها قدام حضراتكم ديت يا أولاد عبارة عن إيه؟ عبارة عن rational number، ال fraction rational number، ال decimal rational number، ال percent rational number، ال mixed number rational number. جميل جدا. جميل. طب يا مستر بما انك قلت ان الفراكشن ده راشونال نمبر، بص لي كده على الرقم ده 10 اوفر 2 ده راشونال نمبر. ايوه، ال 10 ال بي 2 وال بي نوت ايكوال 0 يبقى ده راشونال نمبر. طيب بس ال 10 اوفر 2 ب 5، ايوه، وال 5 ده رقم انتجر حصل، يبقى هل اقدر اقول ان الانتجر نمبر ده راشونال نمبر؟ ده راشونال ونص، ال 5 راشونال نمبر. الفايف بس؟ لا مش الفايف بس، ده كل الانتجر نمبر راشونال نمبر. ازاي يعني؟ يعني لو قلنا هنا 0 و1 و2 و3 و4 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4، هل كل الارقام دي راشونال نمبر؟ ايوه يا فندم. ليه؟ الدومين بتاع، بص الرقم اللي قدامك ده عباره عن 0 0 اوفر 1، الاي بتاعتي ب 0 والبي بتاعتي ب 1 بقى فراكشن. 1 معناها 1 على 1، 2 معناها 2 على 1، 3 معناها 3 على 1، ال 4 4 على 1.
نيجاتيف 1 معناها نيجاتيف 1 اوفر 1، نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 اوفر 1، نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 اوفر 1، نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 اوفر 1. اذا كل الانتجر نمبر هو راشنال نمبر، كل الانتجر نمبر هو راشنال نمبر. جميل جدا. وبناء عليه انت درست حضرتك الناتشرال نمبر، سيت اوف ناتشرال نمبر اللي هي 0 1 2 3 4 5 6 7، وده يعني درسنا السيت اوف انتجر نمبر اللي زودنا عليهم النيجاتيف 1 النيجاتيف 2 النيجاتيف 3 النيجاتيف 5 الى نيجاتيف انفينيتي. اذا الناتشرال نمبر دي مجموعه سبست من الانتجر نمبر. جميل. الانتجر نمبر احنا لسه قايلين حالا دلوقتي ان كل الانتجر نمبر هو سبست من او هو راشونال نمبر. اذا نقدر اقول ان الانتجر نمبر سبست من الراشونال نمبر. كل الانتجر نمبر هو راشونال، كل الانتجر نمبر هو راشونال. انت كده قلت نص جمله، النص جمله دي ليها كماله، الكماله بتاعتها انت قلت كل الانتجر نمبر هو راشونال نمبر. هل كل الراشونال نمبر انتجر؟ لا، ال 3 دي راشونال نمبر، خلي بالك ان هي انتجر في نفس الوقت. لكن هل ال 3 اوفر 2 اللي هي راشونال نمبر ينفع اقول عليها انها انتجر؟ لا طبعا، دي نوت انتجر، دي نوت انتجر، نوت انتجر. جميل جدا. اذا احنا كده وصلنا لمعلومات مهمه جدا، ناتشرال نمبر سبست من الانتجر نمبر، سبست من الراشونال نمبر. كل الانتجر نمبر هو راشونال، ولكن ليس كل الراشونال انتجر. جميل جدا. الزيرو، الزيرو ده ناتشرال نمبر نفس الوقت انتجر نمبر نفس الوقت هو راشونال نمبر. حلو الكلام. قالوا بينا بقى ايه، ندخل في الموضوع الجد ونقول كلام مهم جدا جدا جدا. الراشونال نمبر احنا قلنا هو عباره عن فراكشن ديسيمال بيرسنتج. نرجع تاني للديسيمال. الديسيمال يا اولاد نوعين، يا مثلا 0.32 هذا الرقم ديسيمال، هو عباره عن 32 اوفر 100. 32 اوفر 100 ده من غير ما اعمل له سامبلز ولا حاجه، وهفهمكم يعني ايه سامبلز دلوقتي، ده راشونال نمبر. لما حولته لديسيمال بقى 32 0.32 منتهي. الرقم ده اسمه يا اولاد اسمه يا شباب ديسيمال، لا مش ديسيمال بس، ده ليه اسم كامل كده اسمه ايه؟ اسمه انتوا معايا terminating terminating decimal terminating decimal. جميل جدا. طيب لو جينا قلنا مثلا 7 over 10 ده rational number، تقدر حضرتك تقول عليها ايه terminating decimal؟ ايوه طبعا هو 0.7. طب لو جينا قلنا مثلا حضرتك 54 over 10، هل الرقم ده اقدر اكتبه على سوري الترمينيتي ديسيمال؟ ايوه يا فندم، هيبقى 5.4. بص بقى للقنبله اللي جايه دي 1 اوفر 3، تقدر حضرتك تكتبه لي على سوري الترمينيتي ديسيمال؟ لا. ليه؟ اولا ال 1 اوفر 3 لو حبيت اكتبه ك ديسيمال هيبقى 0 باي 3 3 3 3 3 3 3 وافضل اكتب 3 مش هنتهي. لو كتبته على العلاج دوت حضرتك على بتاعتك المحترمه اللي هي ساينتفك دي 1 اوفر سي ودوس شيفت اس دي تدوس ايكوال الاول بعدين شيفت اس دي هلاقي بتكتب 0.33333 لحد اخر الاله فعملها لي 4، معناها ان الرقم ده غير منتهي. الرقم ده اللي هو كتب على الصوره دي اسمه ريكيورنج ديسيمال. الرقم ده اسمه ايه؟ terminating decimal. الرقم ده اسمه ايه؟ terminating decimal. لكن الرقم ده اسمه recurring decimal. مش كل الارقام على صورة recurring decimal، مش كل الارقام الفراكشن على صورة terminating decimal. خلونا نعرف ازاي اشوف الرقم اللي عندي ده recurring ولا لا. طب بس انا لسه ما كملتش هنا. اذا انت قلت حضرتك ان 1 over 3 هو recurring decimal، ماشي.
بكتبه ازاي؟ بكتبه كده؟ قال لي لا، بكتب 0.3 وفوق ال 3 بعمل بوينت كده، معناه ان 3 ممتده الى ما لا نهايه. حلو الكلام؟ اه. طب تعالى نشوف رقم تاني ل لكيرنج ديسيمال 2 اوفر 3، ده بعد ايه؟ 0.666666 الى اخر الدنيا، ده معناه 0.6 وفوق منها بوينت كده، معناه انها ريكيورنج ديسيمال. ماشي يا شباب؟ طيب تعالوا بينا بقى ايه ندرس مع بعض الاسئله على الدرس ده. اول سؤال هنا بيقول لي ايه؟ Which of the following numbers is rational and which is not rational؟ السؤال بيقول لي أي رقم من الأرقام دي هو rational وأي رقم not rational؟ نبدأ بأول حاجة عندي 2 over 3. 2 over 3 لما أتناقش فيه كده، الرقم اللي فوق 2 اللي هو الـ A belongs to integer، 3 belongs to integer، اللي تحت اللي هو 3 اللي هو الـ B not equal 0، يبقى الرقم ده integer. معلش يعني قلت لك الإيه بصورة أشيك، هعمل على الرقم اللي هو integer number سيركل بالشكل ده، ده راشونال نمبر. طب الزيرو، الزيرو دي يا مستر المفروض معناها تبقى 0 اوفر 1، 0 اوفر اي رقم بحيث ان الرقم اللي تحت ما يبقاش 1، اذا ده راشونال نمبر، اذا الزيرو هو راشونال نمبر، لان احنا قلنا قبل كده ان الزيرو ده عباره عن انتجر نمبر، واي انتجر نمبر هو راشونال نمبر. طب 6.5 دي يا مستر هل هي راشونال نمبر؟ ايوه، يعني 6.5 دي معناها 6.5 اوفر 10 اوفر ايه 10، اصبح فراكشن اهو، اصبح a اوفر b، يبقى ده برضه راشونال نمبر. طب نيجاتيف 1.8 معناها نيجاتيف 1 وهنا 8، البوينت تحت يبقى معناها اوفر 10، اذا برضه الرقم ده برضه راشونال نمبر. طب 12 and 5 اوفر 6 ده ميكسد نمبر، اه هحول البروبر، هضرب 12 تايمز 6 72، 72 تايمز 5 تبقى 77 اوفر 6، اصبح يا ولاد ايه راشونال نمبر. طب 2 ماينس 2 اوفر 3، ما هي 2 ماينس 2 ب 0 و 0 على 3 0 و 0 انتجر نمبر، والانتجر نمبر هو راشونال نمبر، تبقى برضو ده راشونال نمبر، يبقى ده راشونال وده راشونال. طب نشوف 4 اوفر 5 ماينس 5 هتبقى فوق 4، 5 ماينس 5 0. هنا بقى لينا وقفه، هنا لنا وقفه، ايه بقى الوقفه بقى يا مستر؟ اللي تحت اللي هو البي ايكوال 0، اذا لاول مره الرقم ده هيبقى نوت راشونال، الرقم ده نوت راشونال لان اللي تحت 0. نرجع تاني دي الرقم اللي بعده دوت 3 بار 2، 3 بار 2 معناها 3 تايمز 3، 3 تايمز 3 9، و9 ده رقم انتجر، يبقى انتجر نمبر يبقى راشونال نمبر. طب نيجاتيف 4 باور 0، اي حاجه باور 0 ب 1، اي حاجه في الدنيا باور 0 ب 1. طب هل ال 1 انتجر نمبر؟ طبعا انتجر نمبر، يبقى كل الاعداد اللي قدام حضراتكم ديت كانت انتجر نمبر ما عدا 4 اوفر 5 ماينس 5، 4 اوفر 0 يعني ده نوت راشونال، الباقي كله راشونال. نشوف السؤال اللي بعده. Which of the following number is an integer؟ أنهي رقم في الأرقام دي integer؟ جميل جدا. أنا هحسبها بالكالكوليتر على فكرة، وعلى فكرة إحنا ممكن نستخدم بالكالكوليتر كتير قوي. هكتب 15 over، هكتب 15 over 5 على الكالكوليتر، يطلع ناتج 3. هل ال 3 دي integer number؟ أيوه، يبقى الرقم ده integer. طب 4 over 8 لما يعملها على الكالكوليتر هيطلع ناتج هاف، هل الهاف انتجر نمبر؟ يعني خلي بالك 4 اوفر 8 دي انا وضحتها في سمبلست فورم، وبرغم ذلك ما طلعتش انتجر، يبقى ده نوت انتجر، ده نوت انتجر. جميل جدا. نكمل يا شباب. نيجاتيف 35 اوفر 7، نيجاتيف 35 اوفر 7 لما هعملها ديفايدنج هتطلع بالكالكوليتر، بتطلع بنيجاتيف 5، ده انتجر نمبر، هو بيسأل على الانتجر نمبر، تمام، يبقى ده انتجر نمبر.
طب نيجاتيف 14 اوفر 14 بنيجاتيف 1 ده انتجر نمبر. نيجاتيف 24 اوفر 5 الرقم ده ملوش رقم انتجر، ملوش ناتج ديفايدنج، اذا ده نوت انتجر نمبر. طب 0 اوفر 5، 0 اوفر 5 ب 0 يبقى انتجر نمبر. طب 4 اند 3 3 اند كوارتر ده ميكسد نمبر، لما حوله لبروبر 3 تايمز 4 12 بلس 1 تبقى 13 اوفر 4، ودي ما بتقسمش، يبقى اذا ده برضو يا جماعه نوت انتجر نمبر. يبقى انا كده عندي ثلاث ارقام هم اللي بنقول عليهم نوت انتجر نمبر. اول رقم عندي اللي هو ايه 4 اوفر 8 ده ما قسمش، ده نوت انتجر نمبر. كان عندي كمان نيجاتيف 24 اوفر 5 ده ما قسمش، نوت انتجر نمبر. 3 اند كوارتر اللي هو الميكسد نمبر، اي ميكسد نمبر عموما نوت انتجر نمبر. الباقي هو انتجر نمبر ونص، الباقي هو انتجر نمبر ونص. 15 اوفر 5 3 انتجر، نيجاتيف 35 اوفر 7 نيجاتيف 5 انتجر، نيجاتيف 14 اوفر 14 نيجاتيف 1 انتجر. طيب ايه تاني؟ 0 اوفر 5 0 انتجر. تمام جدا، تعالى بينا نشوف سؤال تاني. ايه الجزئية دي تاني؟ بنقول 15 اوفر 25، احنا قلنا هنستخدم الكالكوليتر على طول يا شباب، وبناء عليه هيبقى الاتي يا مستر. 15 اوفر 25 الكالكوليتر على طول is equal 3 اوفر 5. طيب دي نمبر 1. طب نمبر 2 نيجاتيف 24 اوفر 56 الكالكوليتر، بكتبها على الكالكوليتر ثانية واحدة، انا اطلع على كمان كالكوليتر واشتغل معاكم. الكالكوليتر على طول يطلع نيجاتيف، هعمل فراكشن نيجاتيف 24 اوفر 56 is equal نيجاتيف is equal نيجاتيف 3 اوفر 7. شوف الكوتشن اللي بعده 45 اوفر 20، بعملها بالكالكوليتر بكرر تاني 45 اوفر 20 فراكشن 45 فوق تحت اكتب 20 is equal 9 اوفر 4 9 اوفر 4 9 اوفر 4. جميل جدا. السؤال اللي بعده نمبر 4 نيجاتيف 132 اوفر 88 is equal برضو بمسح كده وبكتب فراكشن نيجاتيف 132 اوفر 88، نيجاتيف هيطلع نيجاتيف 3 اوفر 2، نيجاتيف هيطلع ايه؟ نيجاتيف 3 اوفر 2. كده اللي عملتها بالكالكليتر. تعالوا بينا نشوف السؤال اللي بعده. مسح ده، السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ Which of the following rational number can be written as terminating decimal؟ أي رقم في الأرقام دي هكتبه على أي terminating decimal؟ برضو بكرر أنا بشتغل بالكالكوليتر، مش هضيع وقتي وأشتغل بحاجة غير الكالكوليتر. هاجي على الآلة وأكتب fraction 7 over 15 is equal 37 over 15 زي ما هي. يجي على زرار الكلمة اللي هو مكتوب عليه S equal D، بدوس S equal D هيطلع لي 0.46، هنا في بوينت وبعدين 46 وبعدين 46. معلش المفروض كنت ايه كتبت الرقم الاول كده 7 over 15 is equal 0.46 وبعدين 46 وبعدين 46 وبعدين 46 ونكمل الآخر is equal 0.46 وفوق منها كده شرطة 0.46 recurring.
ال 46 هما الاثنين ريكيرنج. جميل، شوف اللي بعده نمبر 2 7 اوفر 20 الكالكوليتر برضه اولاد. طبعا ده ريكيرنج نمبر الرقم الاولاني ده، هكتب هنا 7 فراكشن 7 اوفر 7 اوفر 20 از ايكوال، ودوس على السي دي تطلع 0.35 0.35 0.35 ده يا جماعه منتهي، مفيش علامه الكيرنج فوق ولا حاجه، ده بقى terminating decimal. الرقم ده اقدر اكتبه على ايه؟ terminating decimal، لكن ده لا، ده recurring. شوف اللي بعده نمبر 3 نمبر 3 5 اوفر 8 5 اوفر 8 از ايكوال 5 اوفر 8 تبع على الكالكوليتر 5 اوفر 8 وندوس ايكوال تطلع 0.625. الرقم ده الترمينيتي جدا شمال برضه. تعال نشوف اللي بعده نمبر 4 نيجاتيف 8 اوفر 9 نيجاتيف 8 اوفر 9 كليتر نيجاتيف 8 اوفر 9. طلع الناتج بقى المرة دي غريب جدا، نيجاتيف وبعدين 0 وبعدين بوينت 8 غير منتهية، يبقى ناتج نيجاتيف 0.8 ريكيورنج. كوتشن نمبر 5، كوتشن نمبر 5 نيجاتيف 8 اوفر 9. طيب نشوف كوتشن نمبر 5 اللي هو 11 5 اوفر 11 5 اوفر 11 5 اوفر 11 فراكشن 5 اوفر 11 هيطلع عندي 0.45 وبعدين 45 وبعدين 45 مش هلاقيها منتهية. معنى الكلام ده انه هتطلع ايه 0.45 ريكيورينج 0.45 ريكيورينج برضو. يبقى اذا اللي كان عندي المفروض يكون ترمينيتنج ديسيمال ثلاث ارقام فقط لا غير، نعملهم كده ونحددهم 7 over 25 ده الكيرنج ديسيمال، سوري ترمينيتنج ديسيمال، ده ترمينيتنج ديسيمال 5 over 8 اللي هو 0.625، وبعدين بس هم دول الرقمين الوحيدين اللي هم ترمينيتنج ديسيمال. اما ال 43 فهم يا اولاد ريكيورنج ديسيمال. شوف السؤال اللي بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول لي في ايه؟ write the following two numbers in the form of recurring decimal. سهلة جدا جدا، انا بقى مش هتضرب في حاجة ولا بتاع، انا هكتب على الكالكوليتر دوت 6 fraction 6 over 11 يطلع الناتج عندي 0.54 ومكمل الآخر، يبقى الناتج هيطلع 0.54 كيورينج. جميل جدا. كم اللي بعده نيجاتيف 3 اند 1 اوفر 15. الأول هحول الرقم ده ل بروبر نمبر، نيجاتيف 3 تايمز 15 3 تايمز 15 تبقى 45 بلس 1 تبقى 46 اوفر 15، وطبعا نيجاتيف اكتبها على الكالكوليتر يا شباب نيجاتيف 46 اوفر 15 يطلع الناتج ب نيجاتيف 3
بوينت زيرو سكس 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 سكس. إذا النتيجة هيطلع عبارة عن نيجاتيف 3.06 ريكيرنج. جميل جدا، تعالوا بينا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا حضرات كده فاضل. واللي هنا ايه؟ رايت ايتش اوف ذا فول ذا راشونال نمبر ان ذا فورم اي اوفر بي. اكتب لي كل الارقام دي على ايه؟ اي اوفر بي. جميل جدا، نبدا بقى. الرقم عندي نمبر 1 نيجاتيف 5، دي معناها نيجاتيف 5 اوفر 1. نمبر 2 0 معناها 0 اوفر 1. نمبر 3 0.75 معناها 75 اوفر 100. طب نيجاتيف 0.01 تبقى نيجاتيف فوق 1 وتحت 100 عشان الديسيمال قبل منه رقمين 2، طبعا نيجاتيف. دي نمبر 4. نيجاتيف 5 5.4 تبقى بتساوي 5 4 over 10، يبقى 5.4 الديسيمال بعد رقم 1 تبقى 54 over 10 30%. دي معناها يا شباب 30 over 100. ممكن نعملها سيمبلس تبقى 3 اوفر 10. ده نمبر 6 ده. طب نشوف نمبر 7. نمبر 7 4.5% 4.5% دي معناها 4.5 اوفر 100. الديسيمال ده ايه؟ عشان نشيلها هو بنزل زيرو كمان تحت، يبقى الناتج هيبقى 45 over 1000. 45 over 1000 تعملها simplest على الكالكوليتر، يبقى 45 over 1000، 45 over 1000 هيطلع الناتج عندي هنا كده ايه يا اولاد؟ 9 over 200. 9 over 200. جميل جدا. نشوف مع بعض اللي بعد كده اللي هو question number 8. نكتب 8 هنا بس بدون تاني عشان تبقى باينة. 8 هي 8 and 2 over 3. 8 times 3 24 times 4 26 over 3. 26 over 3 ده اللي هو الفريكشن اللي انا عايزه. تعالوا بينا نشوف السؤال اللي بعد كده. الكمبريت ماشي، يلا نشوف الكمبريت ده بقى، نجاوب سؤال سؤال كده ماشي. نشوف أول سؤال كمبريت. 5 over 8 is rational number then a not equal، أكيد أكيد then not equal 0 عشان اللي تحت لو بقى 0 هيبقى not rational number. The necessary condition to be الشرط الضروري اللي يخلي 3 over x minus 2 is rational number. ده عشان يبقى rational number لازم اللي تحت ده بيبقى 0، يبقى لازم ال x not equal 2. اللي بعده the number 2 over 3x is rational number. الرقم 3 over 2x is rational number if x not equal a. ده rational number x not equal 0 عشان لو بقت 3 times 0 0 يبقى 2 على 0. طب the number x minus 3 على 3x plus 6 is rational number. is rational number if x not equal a. لو ال x ما تساويش a عشان اللي تحت ده لو بقى 0 يبقى ده not rational number، يبقى لازم اللي تحت ده ما يبقاش بزيرو، يبقى لازم ال h دي ما تبقاش بكام؟ فكر كده حضرتك 3 اضربها في كام؟ بتديني رقم عكس 6 اللي هو negative 6 يعني، عشان تبقى negative 6 plus 6 بزيرو. 3 times كام تديني negative 6؟ 3 times negative 2، يبقى هو ال x not equal negative 2 عشان تبقى 3 times negative 2 negative 6، negative 6 plus 6 بزيرو. طب اللي بعدها
the rational number x minus 5 على x equal 0 if x equal a. الرقم ده rational number يساوي 0 لو الاكس بتساوي كام؟ لو الاكس بتساوي 5، مش تبقى 5 minus 5 0، 0 على 5 فيها الايه يا شباب؟ فيها ال 0. نشوف السؤال اللي بعد كده، خصوصا نخش انا بعد 5 ناخد 6. 6 بتقول لي ذا راشونال نمبر 4 minus x على x minus 3 equal 0 if x equal، نفس الكلام مش سائلنا حالا. لو اللي فوق بقى بزيرو يبقى الناتج بزيرو، 4 minus 8 يديني 0، 4 minus 4 لما الاكس نوت ايكوال 0 نوت ايكوال 4. طب ذا راشونال نمبر 5x بلس 15 فور x minus 5 ايكوال 0، برضه يا جماعه امتى المقدار ده كله يبقى بزيرو؟ لو اللي فوق بقى بزيرو. طب عشان اللي فوق يبقى بزيرو لازم تبقى دي نيجاتيف 15 ودي بوزيتيف 15. طب 5x تبقى بنيجاتيف 15 امتى؟ لما الاكس تبقى بنيجاتيف 3، عشان تبقى 5 تعمل نيجاتيف 3 ده نيجاتيف 15، نيجاتيف 15 بلس 15 0، يبقى هو ان اكس ايكوال، هو ان اكس ايكوال، هو ان اكس ايكوال نيجاتيف 3. السؤال اللي بعد كده 3 اوفر 4 از ايكوال 9 اوفر 8. فاجيب الرقم ده ازاي؟ مش حاجه صعبه، هي 3 بقت 9، 3 بقت 9، ضربت 3 في كام بقت 9؟ ضربت 3 في 3 فبقت 9، يبقى انا همسك ال 4 واضربها في 3 تبقى 12. طيب ال 8 ال 4 بقت 8، ال 4 بقت 8، ضربت ال 4 في كام بقت 8؟ ضربت ال 4 في 2 فبقت 8، ال 4 اضربها في 2 بقت 8. يبقى 3 اضربها في 2 تبقى 6. جميل، هنا اللي بعدها هنا سكي وهنا 10 20 دي 10. ال 20 بقت 10، ال 20 بقت 10. انا عملت ديفايدنج يا مستر، 20 قسمتها على كام بقت 10؟ 20 ديفايدد 2، 20 ديفايدد 2 بقت 10، يبقى 16 ديفايدد 2 8. طب 16 بقت 4، 16 بقت 4. ضربت في كام؟ ضربت في كام؟ ضربت في كام؟ ضربت في كام؟ كل اللي هعمله 16 ديفايدد 4 تديني 4. سوري للاسف، 16 قسمتها على كام ادتني 4؟ 16 ديفايدد 4 ادتني 4، يبقى 20 هقسمها على 4 برضه، 20 ديفايد 4 ايكوال 5. 27 اوفر 20 برسنت، البرسنت دي سهله قوي على فكره، لما احب احول رقم من فراكشن لبرسنت هكتب فراكشن كده على الاله 7 اوفر 20، وبعدين يا اولاد تايمز 100 يطلع ناتج 35، يعني هضرب هنا اهوت تايمز 100، تايمز 100 يطلع الناتج ايه يا اولاد؟ 35%. طب 21 over 1000 is equal what percent؟ اكتبها حضرتك على الآلة، 21 over 1000 مش انا لسه قايل لكم لما بحول من fraction لبرسنت بضرب 100 times 100 طلع الناتج، ادوس اس دي كده 2.1، 2.1%. طب الابسوليوت نيجاتيف 4، انا ما كنتش اتكلمت عن الابسوليوت ده، العلامتين دول بصوا اسمهم ابسوليوت، العلامه دي والعلامه دي العصايتين دول اسمهم ابسوليوت. الابسوليوت ده بقى بيخلي الرقم اللي جوه دائما وابدا بيطلع بوزيتيف، يعني مثلا عندي ابسوليوت 5 يبقى الناتج 5. طب لو قلت لحضرتك ابسوليوت نيجاتيف 5 الناتج هيطلع برضو بكام يا ولاد؟ ب 5. اذا الابسوليوت نيجاتيف 0.4 يطلع بكام؟ اعتبر ان الاشاره دي مش موجوده وخلاص، بقى الابسوليوت هيطلع بره ب 0.4 زي ما هي. 0.4% تطلع كام؟ هنضرب 0.4 تايمز 100، يبقى لما احول من فراكشن لبرسنت من ديسيمال لبرسنت بضرب في 100 يطلع ناتج 40%، يطلع ناتج 40%. دي حاجه جميله جدا. طيب بينا نشوف سؤال تاني غير ده. برضه بيقول لي choose the correct answer from this given. Which of the following is equal 4 over 5؟ أي واحدة في دول ب 4 over 5؟ حضرتك أنت هتيجي على الكالكوليتر وتيجي كاتب 4%. طب إزاي بس بتكتب 4% دي؟ تكتب 4 وبعدين تدوس على شيفت، تدوس على إيه يا أولاد؟ شيفت.
دوسنا على شيفت، وبعدين هتروح على أي واحدة فيهم، مش شايف البرسنت. والله مش موجودة على الآلة دي ولا إيه؟ أكيد موجودة. فين برسنت يا جدعان؟ برسنت كده كده هي في الأجهزة اللي عندكم اللي هتبقى بين إيديكم موجودة. طيب هقول لكم على طريقة ما فيهاش علامة البرسنت، وفي الحصة بشرح لكم البرسنت. أنا هكتب 4.4%، دي معناها 4، دي بتساوي كده أهو 4 over 100، مش لما بحول من فراكشن لديسيمال، أو من سوري من ديسيمال لبرسنت، أو من فراكشن لبرسنت بضرب 400. أه لما أحول من برسنت ل فراكشن بقسم على 100. 4 over 100 عملها simplest تطلع 2 over 50، اذا ما بتسويش 4 على 5، دي لا ما تنفعش. 54% تبقى 54 على 100، لما اعمل لها simplest تبقى 27 over 50. طب 120% 120% دي معناها 120 over 100، دي تطلع 6 على 5. طب 80% ال 80% اما اكتبها تبقى 80 over 100، اعملها simplest هتطلع 4 على 5. الله، يبقى هي دي اللي انا بدور عليها، 4 على 5 دي الاجابه الصح، يبقى دي اللي هي بتساوي 4 على 5. ونمسح الباقي بقى. جميل جدا. شوف السؤال اللي بعده. negative 4 over 5 is equal 20 over x. زين x equal what؟ واخدين الكلام ده على فكرة زمان يا شباب في ابتدائي. negative 4 over 5 is equal 20 over x، يبقى x بتساوي cross multiplication 5 times 20 على negative 4. 5 times 20 على negative 4. فاعمل لي بالكالكوليتر يطلع الناتج بنيجاتيف 25، يبقى دي الإجابة الصح بتاعتي. جميل جدا. السؤال اللي بعده بيقول لي if the number a minus 6 على a minus 4 is not rational، الرقم ده not rational number، then if a equal هو ال a، الرقم ده عشان يبقى not rational لازم اللي تحت ده اهو يكون بزيرو. طب a minus 4 تساوي زيرو، اكيد 4 minus 4، يبقى لما ال a is equal 4. تعالوا بينا نشوف الأسئلة اللي بعد كده، بس نمسح دول طبعا الأول. أنا جاوبت دول كلهم. طب خلاص أخش على اللي بعدهم. بقول لك A equal 2 B equal 6 then which of the following is not a rational number؟ يبقى هعوض على الدنيا بيس ال B equal 2، ال b equal sorry ال b equal 6، ال b equal 6 وال a equal 2. هل ال 6 على 2 not rational؟ لا ده rational. negative 2 over 8 تبقى negative 2 over ال a 2 rational. 0 over 0 over 2 بلس 6، 2 بلس 6 8 اللي تحت بتيكوال 0، ده راشنال. طب 2b 2b 2 تايمز 6 12 اوفر a minus a 0، هوبا اللي تحت هنا 0، 12 اوفر 0 نوت راشنال، يبقى ده الرقم اللي هو نوت راشنال. طيب السؤال اللي بعده، the rational number a over b is an integer if، ايه اللي الزلمه دي؟ لو الـ A ألم بي استحالة،
ايه مور ذان بي؟ لو الاي اكبر من بي ممكن يكون راشنال وممكن لا. بي از ا ديفيزور اوف اي، اي از ا ديفيزور اوف بي، البي ديفيزور اوف اي، البي تكون قاسم للاي، يعني معناها ان الاي تسبع البي. بي از ا ديفيزور بي لما تكون البي قاسم للاي، يعني معناها ان الاي اوفر بي ليها رقم انتجر. تعالوا بينا نشوف السؤال اللي بعد كده. طيب 0.75 recurring is equal what؟ يا ولاد دي سهله جدا وتتحل بالكالكوليتر. حضرتك تكتب 0.75 75 75 75 على الكالكوليتر 75 75 75 لحد ما الكالكوليتر بتاعك يخلص. ايكوال ونص اس دي. طلعت الناتج عندي 19 over 33. موجودة؟ أيوة موجودة، أو آخر واحدة 19 over 33. بقعد أكتب 0.75 75 75 لحد آخر الكالكليتور، مفيش إيكوال تطلع 19 over 33. طيب absolute negative 8 over 25، الأبسوليوت يتعلق الإشارة، يبقى الناتج هيبقى 8 over 25. هل هي simplest؟ لأ مش موجودة. ما حضرتك هكتب تاني فراكشن كده اهو، 8 اوفر 25 ودوس ايكوال ودوس اس دي. طلع 0.32 بس مش ريكيرنج، يعني ما هيش دي وما هيش دي. وطلع هنا نيجاتيف 8 اوفر 25، لان المفروض تطلع بوزيتيف. بوزيتيف ايه؟ طب نشك في دي، هي طالعة 0.32. طب ما 0.32 هنضربها في 100 يا رجالة عشان نحولها لبرسنت، هيقوم يطلع الناتج 32%. 12% 12% معناها هضرب 12 دي برسنت يضربها في 100. 12% انا ممكن اكتب 12% على الآلة، اقوم احولها ل 100، او اكتب 12 ديفايد 100. 12 ديفايد 100 تطلع 0.2 12، ادوس على الاس دي تطلع بال 3 اوفر 25. يعني دي لما كتبتها على الكالكوليتر كتبت 12 اوفر 100، زي ما قلت لكم لما بحول من برسنت لديسيمال بكتب رقم ديفايد 100. لما حاولتها سمبلست فطلعت 3 اوفر 25، وكان طلع تاني اجابه غير دي اللي هي 0.12 0.12. انا لما طلع لي 0.12 دي ما لقيتهاش، رحت احولها للفراكشن دي فلقيتها قدام منكم اهي. جميل جدا. شوف السؤال اللي بعد كده. أعتقد كده الأسئلة كلها خلصت. أشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله في الحصة اللي بعدها، والسلام عليكم.